في طرف عنيد، انت دماغك ناشفة شوية، على قد ما على قد قوتك وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح، لكن بتوصل لنقطة ستوب. اعتقد انت وصلت ليها في العلاقة بتاعتك، عملت ستوب، واعتقد ان هتبقى في بداية جديدة بينك وبين الشريك. زي ما قلت، انت بتشتغل بدماغك، انت حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك، بتحاول تعمل توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة الجاية. زي برضو ما كارت الطاقة بتاعك قالك، اوكي، الشغل كله ان انت بتحاول، الافكار كلها اللي دايرة في دماغك انت بتحاول ترتبها، بتحاول تشوف ايه المفيد، ايه الصالح بالنسبة لك، اللي انت عملته ده صح او غلط، تصرفاتك. شايفة ان انت ماسك، عرفت تحط ايدك على نقاط الضعف، نقاط القوة الموجودة عندك. انت غلطت في ايه؟ هتتخلى شوية، انا شايفة كمان ان انت هتتخلى شوية عن العناد بتاعك. انت عنيد جدا، ما بتحبش حد يغلط فيك. زي برضو الشريك بتاعك، هو على قد ما بيحبك لكن في عنده اندفاع، اندفاع متهور متسرع، وانت كان مضايقك الحاجة دي جدا. انت انسان زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. انا هنا شايفة العقل كمان، الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة، يعني انت معلي التفكير عندك قوي. انت الفترة اللي فاتت كلها انت بتسمع لصوت اللي جاي من عقلك، ماشي، فانت تعبت، انت حسيت ان انت يا ربي هو انا غلطان. فحاليا انت في فترة مراجعة مع نفسك، انت بتراجع نفسك. لكن انا شايفة والكروت بتقول ان هينتهي، هو مش قريب، مش هتكون قريب، لكن مش بعيدة. يعني هي نقول خلال شهرين هتكون الامور استقرت مع الشريك. طيب نشوف، انا عايزة اشوف الان. انت كل الكروت قدامي التفكير، انت تعبت من كتر التفكير، تعبت من كتر التفكير، من كتر ما بتسمع لصوت العقل، فانت تعبت، انت وصلت لمرحلة التعب. انا مش شايفة يعني حاجة بارزة او مشكلة كبيرة، بالعكس شايفة فرص كويسة، شايفة كمان يعني استقرار، شايفة ان امورك مستقرة. فانت تعب نفسك، انت تعب نفسك، يعني اعتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم المشكلة، ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا ومن كتر ما انت بتفكر، فحاول تهدي تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. ادي فرصة لقلبك، ادي فرصة لقلبك، ما يغنيش عن ان انت تفكر، لكن ادي فرصة للشريك، لان هو شريك بيحبك قوي 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 قوي. اتخلص من العناد، حاول ان انت تكون
مرن، يعني شوية مرونة كده هترتاح. شايفة كمان في حق هيرجع لك، في حق هيرجع لك وهيرجع لك قريب قوي. انت تعرضت لظلم وبطبيعتك ان انت بتفوت كتير، بس ربنا معاك، يعني ربنا واقف جنبك، ربنا هيرجع لك حقك، هتفرح هتفرح. انا شايفة في محاسبة، في محاسبة، وانت هتشوف الحاجة دي بعينيك. اهو انت اتكسرت، انت يعني قلبك مجروح، انت حاسس بجرح. لكن في انتصار، في انتصار، في رعاية. انا شايفة ربنا هيرد لك الحق بتاعك، هتبقى قاعد ومبسوط. عايزة اقول حقك هيجي لك وانت حاطط رجل على رجل، الحق هيرجع لك وانت قاعد حاطط رجل على رجل، وقريب قوي، يعني هتشوف بعينيك الحاجة دي قريب قوي. في كمان شايفة بالنسبة للي بيشتغلوا في العمل، في شايفة بعضكم بيشتغل في شراكة، أو مش هنقول شراكة، يعني زمايلك في العمل، لو أنت بتشتغل في مكان فزمايلك في العمل، في كلام بيتقال من وراك وانت قعدتك صابر متحمل. انت روحاني، انت انسان روحاني صابر ومتحمل، وزي ما قلت ربنا واقف معاك والحق هيجي لك لغاية عندك. ففي شوية مشاكل هتبقى موجودة، انا مش شايفة وشاية، شايفة نقل كلام. وشاية ونقل كلام في العمل، لكن انت ربنا هيقدرك وهيقف جنبك، والحقائق كلها هتظهر. انت منتصر، انت منتصر، انت بقوتك، انت انسان جاد، يعني على قد الطيبة، على قد الحنان، على قد كل حاجة حلوة، لكن انت انسان عقلاني، مش بتدي فرصة. يعني عايزة اقول ايه، انت مش بتاع كلام، يعني لا بتقول كلام، ولا يعني الكلام بيعدي قدامك. وفي كمان يعني نقدر نقول، لا هي كلها هوائية، الطاقات اللي حواليك هوائية. كمان شايفة يبرز قدامي برج الميزان، وفي حمل، حمل وميزان هما اللي ظاهرين، ودول اعتقد هيكونوا الشريك، الشريك يا حمل يا ميزان. كمان شايفة زي ما قلت انت روحاني رغم الضغوط، لكن انت بتلجأ لربنا، مش مدي، لا هي مؤثرة، هي مؤثرة عليك من جوه، الكلام والقيلة والقال مأثر عليك ومخلية التفكير عندك
يعني انت من كتر خلاص حاسس ان لا ستوب ستوب، انت عامل ستوب مع نفسك وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. شايفة كمان يعني عايزة اقول انت بتحاول تهذب نفسك، الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضارة في حياتك، سواء عادات انا شايفاها قدامي، في عادات سيئة موجودة عندك انت بتحاول تتخلص منها، انت بترتقي بنفسك. انا شايفة الفترة الجاية هي مرحلة الارتقاء بالذات، انت روحانياتك عالية قوي امي قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده، وشايفة ان مجهودك مع نفسك هيكلل بالنجاح، هتقدر تسيطر. شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة، ما تقلقش منها ما تخافش، دي علاقة يعني عابرة، لا ملهاش أي معنى، بس في علاقة الشريك هيدخل في علاقة ثلاثية ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي. شايفة المنفصلين أو العزاب أو المطلقين أنا شايفة فيه رجوع بعد ما هتظبط دماغك، لأن أنا زي ما قلت التفكير هو اللي غالب عندك، بعد ما تقدر تسيطر على أفكارك، الأفكار أفكار 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 كتيرة، بعد ما تقدر تسيطر عليها الحياة هتبتدي تتفتح قدامك، تظهر قدامك، وأمورك هتستقر. نصيحتي ليك اللي أقدر أقولها لك، الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير، خليك زي ما أنت قوي، زي ما أنت برج القوة رمز القوة، فأنت سيطر عليه، ما تخليش هو اللي يدمر حياتك، لا خد من التفكير اللي شايفه انه